دعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة فهذا يدعمنا كثيرا. محامي محمود البنا يفجر مفاجأة في قضية ضحية الشهامة بالمنوفية. عشرة للاطلاع ووافقت على جميع طلبات المجني عليه. احنا طالبين بعض المستندات من جهات عديدة كلها تتعلق بأماكن من الممكن أن يكون فيها السر الحقيقي للمتهم، خاصة لأنه استبان بأن لهذا المتهم أخ توأم. فإحنا طلبنا طلبات النهاردة، وإن شاء الله في تحقيق هذه الطلبات بناء على المستندات اللي هنطلعها هنقطع في هذا الأمر. قال نضال منظور محامي المجني عليه محمود البنا ضحية الشهامة بمحافظة المنوفية أن المحكمة وافقت على كافة طلبات المجني عليه فيما يتعلق بتحديد سن المتهم الرئيسي محمد راجح من جهات عديدة حتى تاريخ إبلاغ الولادة، وأضاف أن كافة الطلبات تمثلت في السن من كافة الجهات الحكومية، والمستندات تتعلق بأماكن يكون فيها سن حقيقي للمتهم، موضحا أن للمتهم الرئيسي أخا توأم، وباستخراج الطلبات سيتم البت في قضية السن إذ كان هناك تزوير من عدمه. كانت محكمة شبين الكوم بالمنوفية بدأت اليوم أولى جلسات محاكمة المتهم محمد راجح ورفاقه الثلاثة في قضية قتل الشاب محمود البنا شهيد الكرامة بمدينة تلا أثناء دفاعه عن فتاه وقيام المدعو محمد راجح بالتعدي عليه وسط الشارع، حيث تم تأجيل القضية إلى 27 أكتوبر القادم للإطلاع على المستندات.